أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا أراد كافر أن يسلم، هل يجب عليه أن يشهد على إسلامه مسلمين أو يكفي مسلم واحد؟ ما يشهد، ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام وليس بحاجة إلى الإشهاد. لكن من ناحية الإثبات فقط، هذا له إجراءات الآن متخذة، هذا من ناحية الإثبات، ما هو من ناحية صحة إسلامه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.